تستعد مكتبة مصر العامة بالغردقة لانطلاق الأنشطة من جديد بعد فترة التوقف، حيث عدت المكتبة مجموعة من الأنشطة المتنوعة لروادها من الأطفال والشباب في الأماكن المفتوحة. منار النجار والتفاصيل. تستعد مكتبة مصر العامة بالغردقة لاستعادة أنشطتها المختلفة واستقبال الرواد بشكل تدريجي، حيث من المقرر أن تبدأ الأنشطة في الأماكن المفتوحة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة وتأجيل الأنشطة داخل القاعات لوقت لاحق مع استمرار الأنشطة عن طريق الإنترنت. مكتبة مصر العامة بالغردقة ما بعد الكورونا احنا بدأنا من أول الأسبوع إعادة فتح المكتبة من جديد مرة أخرى، عاملين مجموعة إجراءات احترازية أهمها أن العاملين نفسهم لابسين القمامات وواقي الوجه واليد في مواد تعقيم، الأعضاء يجب أن يكون برضو مرتد القمامة وجواند اليد في مواد تعقيم، احنا محضرينها عند الأمن بره في مواد تعقيم جوه. رواد المكتبة ولا فقط للعاملين؟ العاملين والرائد رواد المكتبة بيجي من بيته، لو مش ملتزم ما بندخلوش، عشان احنا دلوقتي في بادئين نفتح على مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ان احنا دلوقتي بدأنا لمدة أسبوعين هنعمل اشتراكات وعضوية وتجديد عضوية، المرحلة دي هتستمر أسبوعين اتنين، في بعدها هنبدأ على طول النشاط الرياضي والأنشطة الثقافية اللي في أماكن المفتوحة، سواء كانت في الحديقة أو في البراجولة أو الأماكن المفتوحة دي فيها مجموعة أنشطة ثقافية في مش في مكان مغلق. أهم حاجة ما يبقاش مكان مغلق. أيوة، المكتبة بتفتح من 8:30 ل 2:30 صباحا ومن 5 ل 9 مساء. مجموعة الإجراءات الاحترازية، في حاطين علامات ساينات لأماكن وقوف الناس أثناء عمل الاشتراكات، حاطين في كل قاعة مجموعة علامات للتباعد الاجتماعي، رفعنا كل الكراسي الزيادة، حطينا في كل ترابيزة كرسيين، في 1.5 متر ما بين كل عضو والتاني. عدد الكتب المستعارة زي ما هي 5 كتب لمدة 15 يوم تتجدد بالتليفون، يبقى كده المدة معها 28 يوم. الكتب بمجرد رجوعها بتتحط في صناديق لمدة 15 يوم وبتخشش على القاعة مباشرة، بتقعد في بعد كده بتترفع من الصناديق وترجع تاني ايه للقاعة للجمهور مرة اخرى. احنا جاي لنا خطة في مصر 2030، في اطار هذه الخطة عاملين خطة عمل لمدة عام كامل، الخطة دي بتعتمد في الركيزة الاساسية بتاعتها على المالتي ميديا، احنا بنعمل التدريبات الكمبيوتر والخط العربي والقرآن الكريم والتجويد والانشطة الترفيهية كمان كده. والانشطة الترفيهية والفرق ونشاط احكي الحكاية وقرأت لك ومكان في بلدي واعرف صديقك، مجموعة الانشطة الثقافية كلها تقريبا شغاله اونلاين. فالمالتي ميديا ركيزه اساسيه عندنا الفتره اللي جايه لحد ما نعيد الافتتاح بشكل كامل، كل شغلنا شغال زي ما هو، لم يتوقف ولكنه شغال على المالتي ميديا. احنا استغلينا الفتره، هي كانت ضمن المخطط يعني، لكن هي الفتره بتاعت الراحه اللي فاتت استغلناها في تجديد الاسقف وتجديد الحمامات وتغيير ستاير وتغيير الزرع، كان فرصه ان احنا عندنا وقت وعملنا يعني حركه جامده جدا في المكتب. من مكتبة مصر العامة بالغردقة كنا معكم منار نجار، رؤوف عبد الحفيظ، طيبة. قال المهندس محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قال إن 7 مشروعات جديدة في مجال الصرف الصحي من